وظيفتنا نقدم الأعمال هي. فاليوم اختيارنا اللي هي باقة من الأعمال الموسيقيين للمؤلفين اللي كتبوا أعمال للوتريات. يعني نروح راح نشوف نحن فقط الوتريات تبع الفرقة السيمفونية الوطنية السورية عم بيقدموا الأعمال لعدة مؤلفين مثل دفورجاك، بارتوك، تشايكوفسكي، كوميدا، سمياسكوفسكي، فارتانيان. فراح نشوف عدة أعمال بألوان مختلفة بلغة مختلفة ولكن كلها مكتوبة للوتريات. تحضيرات كتير، الفرقة السيمفونية الوطنية عندها مشاريع كتير، ولكن هلأ جاينا فترة صيف، فترة صيف عادة بتكون هي راحة الفرقة السيمفونية الوطنية، وعم نحضر للموسم الجاي اللي بشهر أيلول. برنامجنا لهي الحفلة هو برنامج فقط للوتريات. نحن بالأوركسترا السيمفونية الوطنية في النفخيات، في الوتريات، في الآلات الإيقاعية، هلأ برنامج مخصص فقط للوتريات، برنامج مكتوب خصوصي للآلات الوترية، هو مثل رقصات مشهورة يعني العالم بتحبها، وخليها مفاجأة الحفلة، وفي خطة للبروفات، يعني في خطة للعمل أثناء البروفات. نحن حفلتنا اليوم خاص ومميز لأنه بس الوتريات عم تعزف، وتريات الفرقة السيمفونية الوطنية السورية. برنامجنا هيك ممتع، حيحبه الجمهور لأنه هو رقصات من مؤلفين متنوعين، تقريبا شيء 8 بروفات، بالإضافة أنه نحن بنعمل بروفات لكل آلة لحالة بتجتمع تتمرن لحالة اسمها بروفات السيكشن، هدول بالإضافة كمان. أول شيء تمرين فردي أكيد، بعدين تمرين كل آلة لحالة، بعدين مع المايسترو نحن بنجتمع بالتوتي بس نتمرن كلنا سوا.